الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان رمضان، أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان رمضان، أيامك الغر بالآلاء والنعم مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في حصة تاج رمضان. رمضان كريم إلى كل المشاهدين اللي يشاهدوا فينا. نشكر كل من راهو يراسلني على صفحة الفيسبوك. لحقتني رسالة من الغليزان قالت لك قول الدكتورة كيفاش نحضروا الخميرة البلدية. أنا الخميرة البلدية ما نعرفهاش، نشوفوا مع الدكتورة كريمة سعودي واش تقولنا. مساء الخير دكتورة، مساء رمضان نور. كريم، مساء النور، رمضان مبارك إن شاء الله وكريم على الجميع. الدكتورة يعني المشاهد الكريم راسلني قال لك هذه الايامات الخميرة راهي ناقصة، وزمان قال لك جدادنا كانوا يستعملوا العجين بالخميرة البلدية. صحيح صحيح. واش تقولين على هذه الخميرة البلدية؟ أنا ما نعرفهاش. نعم أخي مصطفى، على بالك لو كان تفكروا بلي جداتنا، أنا تاني ما نعرفهاش باسكو الجيل اللي قبلنا هو اللي كان يعرفها مليح، ولكن لو كان نعرفوا جداتنا كنسأل الأم ديالي تقول لي صح كي كنا صغار كانت الأم ديالها تحضرها. هي عبارة عن عجينة، هذيك العجينة أنها تعجن ومن بعدك تترك يعني 24 ساعة ثم تعاود تعجن حتى تولي قرصة، يعيطوا لها في الغرب الجزائري الحامضة. يعيطوا لها الحامضة ويعيطوا الخميرة البلدية، خميرة الصحية، خميرة تاع الدار، كسرة تاع الدار. هذه بعدك بعد 3 أيام واش دير تولي تخمر تطلع. هذه الخميرة البلدية هذه عندها منافع رائعة جدا، لأنها عبارة عن كنز من البكتيريا الحميدة. هذيك البكتيريا الحميدة لما تدخل الجسم ديالنا راح تحمينا من الغازات، تحمينا من الاكتئاب، تحمينا من الأمراض. لأنه أخي مصطفى لو كان ترجع باللي تشوف الميكروبيوت أو عدد الخلايا البكتيريا في الجسم هي يعني 100 مليار خلية يعني في الجسم كامل، يعني عبارة عن أمة بحد ذاتها من البكتيريا الحميدة. لذلك ننصح الناس اللي عندهم إمساك، اللي عندهم اكتئاب، اللي عندهم غازات، اللي عندهم مثلا سمنه مفرطه، اللي عندهم السكري كامل، ياخذوا الخميره يطيبوا الخميره البلديه ويولفوا عليها ولادهم ويزيدوا لها البودور كيما السانوج، كيما حبه حلاوه، كيما زريعه البسباس. الدكتوره كيفاش يحضروها؟ يحضروها عجينه صغيره مثلا كي تجي تعجن الخبز ديالها ولا تعجنها؟ لا لا لا، تبداو عجينه صغيره، لازم تكون قمح كامل. نعم. القمح اللي ماشي كامل ما يطلعش، لازم لانه الخميره البلديه عباره عن حمض لبني ياكل من 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 يعني من نخاله، لازم حاجه فيها نخاله الكامل، شعير ولا قمح. لا لا، شعير ولا قمح، شعير او قمح كامل. نعم. المهم انه يكون كامل، حتى لو كان بشنه، المهم تكون بالالياف. نعم. لانه السر تاعها في الالياف، وهي الفوائد الالياف معروفه. اذا واش دير؟ تشد ما دافي، تحرحرها، تعجنها ما تعاود تعاود مثلا اذا دير كاس مع الولد دير كاس، كاس فقط، ومن بعدك تبدا تعجنها بالعقل بالعقل باك تجريها حتى انت غير راح دير محاجب متلوقين. نعم. تخليها داخل بلاره، تغطيها تغلقها مليح، وتخليها تحاجي كيما تاع الخفاف. كيما تاع الخفاف، احسنت. نعم. ومن بعدك تخليها قدام مكان زعما ديك قدام لاشودياغ ولا قدام مكان وين يكون شويه دافي 24 ساعه، تطلع عليها تلقاها طلعت، تعاود تجبدها تشد كاس واحد. نقولوا نربيوا الخميره، دير كاس واحد نفس الطريقه، يعني تحرحرو كيما الكومونبير. كيما الكومونبير، احسنت. الكومونبير مخمر ثاني. نعم. شي بروبيوتيك، تعاود تخلط معها وتعاود تربيها معها. اليوم الثالث تعاود تزيد، حتى انه احيانا لما تفتح البلاره تنفجر الخميره، سبحان الله. وهنا بكري اجدادنا كانوا يقولوا فهاد الخير. نعم. اجدادنا بكري ولا امهاتنا بكري واش كانوا يديروا؟ كانوا يمدوها للجيران، لانه الخميره لو كان ما طيبهاش مرتين ثلاث مرات في الاسبوع تخسر. صافي كانت الجاره مر عليها مر على جارتها. نعم. ولات الالفه بيناتهم، يقولوا باللي هذيك الخميره كي شغل كلاو الخبز بيناتهم، هذه كلمه كلينا الملح مع بعضنا. نعم. هي نعم. الخميره كانت تنتقل من بيت الى بيت، يعني يستعيروها الجيران بعضهم. دكتوره بصح راكي رانا وجدنا هذيك الخميره، وجدناها اليوم، نقدروا نعجنوا بها؟ طبعا بعد ثلاث ايام. لا لا، قلنا ثلاث ايام تتربى. رابع يوم رابع يوم مقدار كبير كف، ونخلو غير شويه، هذاك شويه نعاودو نفس المرحله تاع 3 ايام. نعم. بصح هذاك الكف هذاك كي نعجنوه الخميره البلديه الكسره لازم لها 12 ساعه باش تخمر. لذلك بكري امهاتنا كانوا يعجنوهم في الليل والصباح ينوضوا على الفجر يطيبوهم،
تلقى الناس كينوضوا الصباح يفطروا بالخبز سخون اللي هو كان مخمر في الليل. والحقيقه الان يعني حتى اللي تابعوني على مواقع يعني التواصل الاجتماعي حتى خارج الوطن يبعثوا لي دي فيديو يعني رائعين جدا كيفاش يطيبوا دي باكيت ديالهم يعني بالخميره بلديه، ويقولوا لي باللي راحنا الارهاق، راحنا التعب، راحنا كثير من الاوجاع والامراض يعني بفضل هذه الخميره اللي يعني ما تكلفناش. شحال هذه الخميره تقعد؟ شحال تشد هذه الخميره؟ كل ما نربيوها كل ما تزيد بزاف البكتيريا، كل ما تكون عزيزه بزاف وتكون يعني حتى غاليه الثمن. تقدر تقعد في الثلاجه 5 نعم تقدر تقعد. وانه واحد لو كان يكون مسافر مثلا شهر في عطله او يكون خارج بيته ولا حاجه يقدر يرفدها يحطها في يعني في الكيس المبرد. في الكيس اللي فيه السميد. نعم. ولكن بشرط انه ما يكونش كيس بلاستيكي، لازم يكون كيس تاع قماش ولا تاع الخيشه باش يكون فيه تهويه. دكتور نعم. نقدر نحطوها في المجمد؟ لا المجمد تموت، هي كائن حي. نعم. نقدر نحطوها في فريجيدار بصح ما تفوتناش اسبوع، تولي دير طبقه بيضاء وتيب السنه. نعم. لازم دائما اننا نربيوها ونهديو بها، نهدو منها الاصدقاء. كاينه حاجه رائعه يعرفوها اهل الغرب الجزائري وخاصه اللي راهم يعني كما تلمسان كما لهم على الحدود مع المملكه المغربيه الشقيقه، واش يخدموا واش يديروا؟ يديروا الحريره يحطوا فيها شويه خميره بلديه. نعم. وهذه رائعه جدا، كطيب الحريره بعد كيخرجوها من النار ياخذوا كميه صغيره تاع خميره بلديه ويخلطوها معها. نقدروا نعرفوا واش من الفوائد اللي فيها الصحيه؟ الفوائد هي انها عباره عن بكتيريا، والجسم تاعنا على بالك اخي مصطفى هنا وشنو هنا في العصر الحديث الناس ولاو بزاف لوتو ميديكاسيون، تلقاها ولدها مريض في العظمه تهبط له الحمى تمتم، واش تروح ديريكتوم وما تستشيرش الطبيب. نعم. وتروح تشري ليزونتيبيوتيك مضادات، كل مره تشيروا ليزونتيبيوتيك كل مره البكتيريا تاعو تموت، وكل مره يصرانا مثلا ناخذ يعني من الاطفال نقدروا نعطوها لهم؟ طبعا نعطوها لهم، نعطوها لهم كسره عادي جدا. نعم. اليوم الاول والثاني راح يبقاوها حامضه، ولكن الام بالافكار تاعها وبالحنان تاعها وبالامومه ديالها بطريقه التعامل تاعها مع اولادها راح تحبب لهم الخميره هذه ويوليو ياكلوها وعادي جدا. والطفل صدقني الطفل اللي ياكل يعني الحامضه هذه ولا ياكل هذه الخميره البلديه ما يحتاج اصلا انه يزور الطبيب. هذه حاجة يعني نوعدكم بها. دكتورة الخميرة البلدية نقدروا نديرها في الحلويات؟ الحلويات هي أصلا أي نوع من الحلويات أخي مصطفى؟ نعم نقدروا نديرها في الحلويات، ولكن المشكل هو أنه يجب أن نعرف وش معناتها مفهوم الحلويات. نعم. لأنه 99% من الحلويات التي تصنع حاليا هي حلويات غير معترف بها صحيا، يعني باش نقولوا الحلويات لازم تكون يعني كما نقولوا تخضع للمقاييس العلميه والطبيه باش نقولوا عليها صحيه، وهذه الحاجه نعتمدوا عليها اولا على توعيه الطبيب وثانيا على وعي المواطن بما يستهلكه. سكرتشبيل واش تقولي لنا عليه؟ زنجبيل رائع جدا. زنجبيل هو مسخن طبيعي. نعم. عنده فوائد كثيره جدا، مضاد للاكسده، رافع للمناعه، يؤكل طازجا، يؤكل وهو اصلا يعني يؤكل ويشرب سبحان. نعم. الله. نعم. يستعمل في الاكل، يعطي نكهه خاصه، يسخن الجسم، يخلي الجسم دوره دمويه تطلع ويخلصوا من الميكروبات يعني من الفيروسات، ولكن في نفس الوقت تستعمل المرأة الحامل في الشهور الأولى من الحمل. شحال كميتها؟ كمية صغيرة، ملعقة صغيرة في لتر ونص تاع الماء. نعم. ثم تترك معناتها تنقع في البارد، نتحدث عن البارد. نعم. مدة 12 ساعة، ومن بعدك تشرب كمشروب، معناتها تشرب كأس ومن بعدك تعاود ترجع تشرب كأس عادي جدا، وتنحي لها هذيك يعني هذيك الحالة تاع الغثيان. شكرا دكتورة على المعلومات والنصائح اللي قدمتيهم للمشاهد الكريم. مشاهدينا الكرام، أما أنا ما بقاني نقول لكم بقوا على خير، نتلاقوا غدا إن شاء الله. سلام، صحة فطوركم.